موضوع يا داليا هو الاهتمام والعناية بأسنان الأطفال، لأن بقى يعني التسوس عند الأطفال بقى موجود كتير جدا في مصر. اوكي وطبعا يا داليا كلنا عارفين إن وجع الأسنان محدش بيقدر يستحمله، سواء من الأطفال أو حتى الكبار، بيبقى وجع شديد جدا محدش بيقدر يستحمله. مشوار دكتور الأسنان يعني نبقى رايحين خايفين جدا، نبقى كأننا رايحين نتفرج على فيلم رعب بالنسبة للأطفال. تفتكري ليه يا رحمة؟ ليه دكتور الأسنان تحديداً احنا بنخاف منه؟ يعني لأن الأطفال بيحسوا معاه مثلا حاجات ممكن تعورهم وهيديهم حقنة كده، فهم بيخافوا علشان كده. انت بقى كمان مجمعة بعض النصايح اللي تفيد الأطفال في انهم ازاي يحافظوا على أسنانهم. ايه بقى مجموعة النصايح اللي انت محضراها؟ حاجة لازم علشان أسنان الطفل ما تسوش بسرعة، لازم الأم تهتم بأسنان الطفل من وهو صغير جدا، قبل ما يتولد وقبل ما يكون عنده أسنان أصلا. ممكن تجيب أي قطنة طبية وتحط عليها مية وتنضف له لسانه بعد ما يشرب الميلك بتاعه أو يشرب أو ياكل يعني إيه، وتنضف له اللثة بتاعته، لأن علشان الأسنان تطلع نظيفة وما تسوسش بسرعة لازم تطلع في لثة نظيفة يا داليا. ايه ده؟ يعني انت عايزة تقولي انه الاهتمام بالاسنان بتبدأ من البيبي الصغنن الرضيع اللي هو لسه ما طلعتلوش اسنان؟ ايوه، عشان الاسنان تطلع نظيفة. والله اوكي. ممكن لما الطفل يبقى عنده 3 سنين هو يبدأ بأي فرشة اطفال ومعجون اطفال، ويفضل ان هو يبقى بنكهة او بطعم عشان يحبه. اوكي. فيغسل سنانه، وايه الاب والام هما بيغسلوا سنانه يبقوا قدامه علشان الطفل برضو يغسلها. طب في بروتوكول معين لغسيل السنان؟ يعني في طريقه معينه؟ ايه بقى؟ الحته اللي فوق من السنان بنغسلها بالفرشه اكننا بنسرح شعرنا يا داليا، يعني من فوق لتحت. ايوه. اوكي. والسنان اللي تحت من تحت لفوق، العكس يعني. زي كده ما قالت لنا يعني الجميله الفنانه يعني الاعلاميه القديره الاستاذه صفاء بالسعود، كان فاكره الاغنيه بتاعتها اللي هو اصحابي وصحباتي فرشه السنان من فاكره الاغنيه دي، كانت بتدينا فعلا تعليمات صح ان احنا نغسل السنان من فوق لتحت ومن تحت لفوق. اوكي. طب تعالي نعرف تفاصيل اكتر مع ضيفتنا الدكتوره نانسي محمود، استشاري طب وجراحه فم الاسنان، نعرف منها برضو ايه بقى المعلومات عن موضوع الاسنان الاطفال دي. صباح الفل على حضرتك يا دكتور. دكتور نانسي. طب لغايه ما دكتور نانسي تعود، انت بتغسلي سنانك كم مره في اليوم يا رحمه؟ صراحه خليكي صريحه. انا بغسلها مرتين بعد الفطار وبعد الغداء. اوكي. طب وبالليل قبل ما تنامي؟ دايما يقولوا اغسلي السنان بالليل قبل ما تنامي. بغسل ورد. يبقى دول 3. اه. اوكي. طب انت عارفه كمان انه الحلويات والسويتس ممكن تسوس السنان؟ والاطفال اللي بتحب الشوكولاتات وتحب الايس كريم بتاكل بكتير، ده ممكن برضو يبوظ السنان. ايوه اكيد. طيب داليا، كان بيبقى ايه احساسك وانت صغيره وانت رايحه دكتور الاسنان؟ اسكتي. ببقى خايفه جدا جدا جدا، وببقى قاعده وماسكه في مامي، وتبقى قاعده جنبي كده على السرير الشيزلونج بتاع الدكتور ويقول لي افتحي بقك. لا كنت ببقى خايفه قوي بصراحه يا رحمه. بصراحه هو مهم وضروري ان احنا نعمل يعني فحص طول الوقت، بس بس احنا مش عايزين نخوف الاطفال برضو. تعالي نروح لدكتور نانسي محمود، استشاره طب، رجعت لنا تاني طب وجراحه فم والاسنان. صباح الفل على حضرتك يا دكتور. صباح الفل يا داليا، صباح الفل يا رحمه، صباح الفل على الدي ام سي وعلى 8 الصبح. يوم سعيد وجميل علينا كلنا يا رب. صباح الفل. شفتي النهارده مذيعتي الجميله زميلتي جميله الصغننه حافظه الكلام اللي انا قلته قبل كده بالظبط، وجايه بتقول بالظبط. مذاكره جميله. مذاكره. عندها مجموعه بقى اسئله، اتفضلي يا رحمه. يلا يا حبيبتي معاكي. اول سؤال عندي يا دكتور نانسي، ايه اسباب التسوس من سن صغير جدا؟ بصي يا رحمه يا حبيبتي، زي ما انت قلتي كده، احنا طبعا بنهتم باسنان البيبي من وهو صغير خالص خالص خالص، من هو لسه جنين في بطن امه. الام بتاخد كالسيوم معين وبنمنعها من ادويه معينه، لان الكالسيوم بتاع الاسنان المفروض ان الجنين بياخده من الام من وهي حامل فيه. طيب دي كده اول مرحله، فالام بتهتم بالكالسيوم بتاعها في خلال الحمل، فبيطلع طبعا الاسنان بتاعه الطفل سليمه وتمام.
طيب بعد كده مجرد انها تطلع زي ما انت قلتي بالظبط، لازم نبتدي نهتم بقى بالاسنان مجرد انها تظهر عند الطفل. ليه؟ لان المشكله لما بيجي البكتيريا مع الاسنان مع الجلوكوز اللي هو السكر اللي موجود في اللبن اللي الطفل بياخده اللي هو الميلك اللي انت كنت لسه بتقولي عليه، ونسيبه بقى مع السنه، فبيحصل ايه؟ بيحصل التفاعل ده اللي هو بيعمل التسوس، بيتفاعلوا كل دول مع بعض اللي هو بيخلي فيه ايه؟ التسوس. نبتدي نلاقي ان السنه تبتدي تسوس ويبتدي يبقى فيها حفر صغننه كده اللي هي الحاجات السوداء اللي احنا بنسميها كيوري. اوكي تمام؟ طيب. يا حبيبتي اتفضل. ازاي نقدر نهتم ونحمي اسنان الاطفال يا دكتور؟ زي برضو ما انت قلتي من الاول وهو جنين وبعد كده لما تطلع، علشان نتجنب حاجه اسمها تسوس الرضاعه، ان البيبي الصغير بتيجي الام بعد ما بتخلص الببرونة او بعد ما بتخلص عملية الرضاعة ليه ايا كانت باي وسيلة، سواء كان رضاعة طبيعية او من خلال الببرونة، بتقوم جايبة حتة قطنة بتبلها مية وبتعصرها كويس جدا علشان طبعا ما تنقطش في بق البيبي وتشرقه وهو نايم، وتبتدي انها تعمل ايه؟ تمسح على اسنانه دي وتمسح عليها بالقطنة. وفي زي فرش اسنان صغنونه كده يا رحمه بتتباع في الصيدليه زي الصباع بالظبط، بتبقى عامله زي الفينجر كده، برضو دي ممكن الام بتستخدمها وتمسح اسنان الطفل بعد الرضاعه بيها. اهم حاجه ان الطفل ما ينامش واللبن على اسنانه، لانه احنا نايمين بيكون اللعاب اللي هو في فم الطفل بيكون قليل جدا، لان الطفل بيكون نايم فما بيكونش لسانه بيتحرك، فاللبن بيتراكم على الاسنان، فلما بيتراكم على الاسنان عشان اللعاب قليل لما فبيجي بقى اللبن مع البكتيريا، فلما يصحى الصبح بقى الطفل بيكون اللبن والبكتيريا تفاعلوا مع بعض وعملوا التفاعلات الكيميائيه دي وسببوا اللي احنا بنسميه بالتسوس. ايه يا حبيبتي؟ تمام؟ أوكي. بعد كده طبعا اول بقى ما الاسنان بتبتدي تطلع، يعني يكون الطفل عمره حوالي سنتين، يستخدم الفرشه اللي هي الخفيفه، يستخدم الفرشه بالظبط ومعجون الاسنان الخاص بالاطفال. تمام. لان ده بيكون فيه فلورايد زياده شويه وبيكون معمول بطعم معين، ممكن يحبه يختار الطعم بالظبط اللي بيحبه، ونبعد طبعا عن النعناع وعن الحاجات اللي هي بتبقى حاميه علينا احنا ككبار بس. أوكي. الاطفال بيحبوها، ويبتدي ان هو يغسل اسنانه بيها، ومفروض يا حبيبتي غسيل الاسنان بيكون بعد الاكل. تمام. تمام. وفي حاجه كمان، ان احنا لازم نحط عندنا ثقافه الريجولار تشيك اب، يعني مامي وبابي المفروض ان هم ياخدونا عند دكتور الاسنان. تمام. كل 3 شهور او 6 شهور عشان نفحص الاسنان ونطمن عليها، لو في اي حاجه بنبتدي نلحقها من اول. طيب الدكتوره نانسي محمود، بشكر حضرتك استشاري طب وجراحه الفم والاسنان على المعلومات دي، معلومات مهمة جدا، وانتي طلعتي شاطرة وسوسة ومذاكرة. استفدتي ايه تاني برضو في الموضوع ده؟ انا بصراحة عرفت حاجات كتير، ان علشان الاطفال لازم ان هما يغسلوا اسنانهم باستمرار علشان ما تسوسش بسرعة، وان لازم نهتم باسنان الاطفال من هما صغيرين حتى لو دي جديدة. دي انت معلومة طلعت بيها جديدة، انت كنت متخيلة انه السنان لما تطلع نهتم بيها، انت بقى اكتشفتي انه بيبي في بطن مامي تشرب لبن كتير وتشرب كالسيوم وتهتم من هو بيبي.